الله يسلمك يعطيك الصحة. بون صحة رمضانكم، صحة رمضان كل الشعب الجزائري والشعب العباسي. بون الاتصالات هذه كانت من العام اللي فات، كان عندي اتصال مع الفريق، انا كنت مرتبط على ديك اللي ما قدرتش نلتحق. الحمد لله كتب المكتوب، كيكتب المكتوب انا جينا هنا بالعباس مضينا على العقد، والحمد لله جرت ظروف مليحه. الاتحاد بالعباس فريق غني عن التعريف، دام مواسم مليحه من نهار طلع القسم الوطني الاول. العام اللي فات كانت حصل على كاس الجمهوريه، عنده فريق متكون مع عناصر لا باس عليها، تلعب كره مليحه. فيه لاعبين تعرفهم الفريق؟ فيه لاعبين نعرفهم على غرار نبيل عمارة، ثم كاين لاعبين ثاني عندي علاقه مليحه معهم. الحمد لله ان شاء الله هذا ما يكونش ما راحش يكون عليا عائق في الفريق، الحمد لله ندمج معهم نورمال. والحاجه اللي خلاتني نتحق فريق اتحاد بالعباس على الفرق اللي طلبت خدمات تاعي، ان الفريق كما كان عنده الاستقرار خلى اللاعبين تاعو تاع الموسم الماضي فريق يلعب كره مليحه اللي تساعدني نقدر نضابط معها. ان شاء الله ما عليا نجي ان شاء الله، جيت باش ندير نمد الاضافه ان شاء الله للفريق هذا، وان شاء الله نشرف الثقه اللي داروها فيا سواء المسؤولين سواء المدربين ان شاء الله. بيان سور انا كاين بزاف لاعبين اتحاد بعد اتحاد بالعباس التحقوا بالمنتخب الوطني. ان شاء الله انا جيت لهنا باش نزيد نخدم ونبرز الفريق هذايا، واللي ما ان شاء الله نكون في المنتخب الوطني ان شاء الله مستقبلا، وهذه امنيه تاع كل لاعب يلعب كره قدم. وان شاء الله بالخدمه والاجتهاد المثابره ان شاء الله نلحقوا المبتغى ان شاء الله في نهايه الموسم. شيخ معز مدرب غني عن التعريف، الفرق اللي راح اخدم معها كامل دار نتائج ايجابيه، وكانوا راضيين عليه في المحيط الكروي اللي درب فيه. الحمد لله كانت عندي علاقه مليحه معاه، عنده ثقه فيا، نشكره على الثقه هذه اللي دارها فيا، وان شاء الله نبروفيها له ان شاء الله، سواء هو سواء الرئيس تاع الفريق ان شاء الله نبروفيها له ان شاء الله في الميدان. ونحن باذن الله ان شاء الله نوعدهم باللي نمد الاضافه ان شاء الله للفريق هذا. مده العقد تاعي هو عامين في الفريق هذا، وان شاء الله لما لا مستقبل ان شاء الله تسمى المشكل ما راهوش في العقد، ان شاء الله نديروا كما نقولوا دو سيزون هذوما ملاح، وان شاء الله لما لا نكملوا ان شاء الله في الفريق هذا في مستقبلنا ان شاء الله. والله ان شاء الله انا حاجه نطلبها من الانصار، حاجه اللي نوعدهم بها ان شاء الله، اي فرقان الفرق اللي يلعب فيها كامل، فرق كامل يلعب فيها مد افون فيها وخلى كما نقولوا رضا تاع الجامع سواء الانصار سواء الاداره. ان شاء الله انا في الفريق هذا احنا مد افون، ما نبخل عليه بوالو ان شاء الله، كما نقولوا الفريق هذا راه في تطور مستمر ان شاء الله. جيت لهنا ان شاء الله باش نزيد الفريق هذا يافونسي ويروح للامام ان شاء الله، ويلعب على المراتب الاولى ان شاء الله في الموسم المقبل ان شاء الله. ونشكركم صحة فطور. بارك الله فيكم، صحة فطوركم، صحة فطور كل الشعب الجزائري ان شاء الله، ويعيد علينا الصحة ولهنا وصحة عيد تانيك مستقبلنا الجزائري كامل ان شاء الله.